لكن حقيقة نهج البلاغة إلى الآن نصف مقروء، لا أقول مقروء تماما ولكن نصف مقروء، والحجج واضحة. سيد دين برور بيننا وقد نذر حياته فأسس مؤسس بنياد نهج البلاغة في طهران وأصدر عديدا من الكتب في هذا الموضوع، وإلى الآن لم نصل إلى إحصاء حقيقي بعدد الكتب والبحوث والطبعات والشروح والترجمات التي لنهج البلاغة. الشيخ محمد تقي جعفري سمعتم إليه كما سمعتم صار برهانا، لكن كذلك هو الآن في الخطبة 160 وعدد مجلدات شرح نهج البلاغة 24 جزءا، فلا أدري قد يصبح 50 أو 100، الله العليم، واللهم زد وبارك. إذن كل هذه الآثار تقي لماذا مهجوم؟ نصف مقروء، لماذا نصف مقروء بعد كل هذه المجلدات؟ حقيقة لأنه لفظة مضيئة تعادل كنوز الدنيا، وكنوز الدنيا ما يزال أهل الدنيا يشتغلون لكنوز الدنيا. إذا لا بأس أن نستمر بقراءة نهج البلاغة لنحصل منه كما حصل منه هولدرلين في ألمانيا، كما حصل منه شعراء الدنمارك، كما حصل منه ماو تسي تونغ، كما حصل منه قس بوسطن إلى آخره. إذا أخذنا الخطبة الأولى فقط إشارة لضرورة إعادة النظر في القسم الأخير من الخطبة الأولى، حديث عن القرآن الكريم بعد ارتفاع رسول الله إلى الرفيق الأعلى، يقول وخلف فيكم كتاب ربكم، مبينا حلاله وحرامه، مفسرا مجمله ومبينا غوامضه ومباينا بين محارمه. هكذا أقرأ أنا الآن، لكن ليس في سائر أو ليس في جميع النصوص الموجودة بين أيدي القراء النص بهذا الشكل. خلف فيكم كتاب ربكم مبينا حلاله وحرامه، مفسرا مجملة، مبينا غوامضة، ومباين بين حلاله وحرامه. هكذا نصوص نهج البلاغة في كل مكان. طيب إذا كان مبينا الثانية، لماذا يعني ما الفرق بين مبينا الأولى ومبينا الثانية؟ والقضية حال الكتاب في شرح ذاته أو حال النبي في ترك هذا الكتاب. خلف فيكم كتاب ربكم، خلص الوقت، خلص أكتفي هنا. إذن خلف فيكم كتاب ربكم مبينا حلاله وحرامه، مفسرا مجملة، مبينا وليست مبينا، ومباينا وليست مباين في كل النصوص الموجودة بين أيدينا هذا. والأخطر من ذلك أن نسب من نحب ونحن لا نشعر. في الخطبة 150 وفق طبعة الشيخ صبحي الصالح، وهذا ملح، وإني أرجو مؤتمركم الكريم أن يهتم بضبط النصوص، لأن مسبة واضحة على أول الأئمة وآخرهم. يقولون عن صاحب الزمان وأصحاب صاحب الزمان إنه أهل ضلال، وهذا عجيب، كيف لم ينتبهوا إلى هذا الكلام؟ صحيح المؤتمر محدود بوقت، لكن في المؤتمر ينبغي أن ننتبه إلى مثل هذه القضايا لنصحح جميع النصوص وفق ما هو الحق. شيخ صبحي الصالح سنة 1967 أصدر كتابا وضع زيادة كلمتين على الخطبة 150، هي بنص الشريف ينبئ عن الملاحم، أضاف الشيخ صبحي ويصف فئة من أهل الضلال، أصحاب معجم ألفاظ نهج البلاغة في قم ومعجم ألفاظ نهج البلاغة في بيروت، قطعوا الخطبة مثلا في سترة من الناس، يعني صاحب الزمان في سترة من الناس لا يبصر القائف أثره، قدامها بين قوسين أهل الضلال. راجعوها بكلمة بصرة وأبصار وبصائر وصبر
في القاموسين الصادر في إيران والصادر في بيروت صاحب الزمان. مثلا أصحاب صاحب الزمان تجلى بالتنزيل أبصارهم ويلقى بالتفسير في مسامعهم. أمام هذا الكلام أهل الضلال. فأنا متعجب غاية العجب كيف لم يحبسهم حابس الفيل. يعني هلا نحن قضينا احزان مسألة دولة الامام علي، بس دولة صاحب الزمان القادمة الذي يملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا، ان نبدأ من الان فتكون ومن الذين يحبون صاحب الزمان وينتظرون صاحب الزمان. ارجو ان تصحح المعجمات وفق هذا، وان تحذف زيادات الشيخ صبحي الصالح التي اضافها على الخطبة وعلى غيرها. ونعود إلى نص الإمام، يعني نص السيد الرضي كما كان نص السيد الرضي في الرسالة 31. نعم أدري، بس كلمة للإمام علي. خذ حريتي بالوقت، أنا فكرت أنهم يطاردون، لكن حقيقة أنا أشغف. أنا أشرف بسماع الشاعر علي الجندي، بسماع الدكتور حسن الزين. لكن إذن أرجو التوقف مع زيادات صبحي الصالح جميعها، لأنها أحيانا يحذف كلمة فيصبح أمير المؤمنين المستسلم للدنيا. في الخطبة في الرسالة 31 التي يوصي بها المرتضى المجتبى يقول من الوالد كذا المستسلم للدنيا، هكذا في جميع النصوص التي اعتمدت على صبح الصالح، وهي في الأصل الذام للدنيا. يعني علي بن أبي طالب الذام للدنيا، لكن أصبح في كل الآثار التي قلدت صبح الصالح أو اعتمدت نصه من سنة 67 إلى الآن علي المستسلم للدنيا. وفي معجمات نهج البلاغة جميعها التي صدرت حديثا 10-12 معجم كلها تقول إن علي بن أبي طالب مستسلم للدنيا، هو علي بن أبي طالب المتمرد على الدنيا النافي لها الزام للدنيا. فإذا انقلبوا شخصية علي إلى عكسها تماما. لا يا محلى معاوية، أيام زمان جاءه رجل معاوية لأنه واقف موقف دول عن خطأ عن غير قصد جرى لهم هذا المجرى. مثلا جاءه رجل في يوم قال له من أين جئت؟ قال جئت من عند أعيا الناس وأبخلهم. قال من؟ قال علي. قال له قبحك الله، علي أعيا الناس، والله ما سن الفصاحة لقريش إلا علي. وهو المحارب لعلي، ومع ذلك يشهد بالحق، والله ما سن الفصاحة لقريش إلا علي. والله لو كان عنده بيت من التبر وبيت من التبن لنفد تبره قبل تبنه. إذن لا نريد كما قلت أن يكون الكلام طويلا في هذا الموضوع، لأنه وضع مؤتمر ونحن نحترم أوقات الناس ونحب أن نسمع أكثر ما يمكن، وسأصدر كتابا مستقلا بهذه النقائض والمفارقات العجيبة التي تجعل صاحب الزمان وأهل صاحب الزمان في كتب صادرة عن جماعة المدرسين بالقوم أو في كتب تحب عليا وتحب صاحب الزمان في بيروت وفي غير بيروت في هذا الشكل: صاحب الزمان أهل ضلال، أهل صاحب الزمان أصحاب صاحب الزمان أهل ضلال. يا للعجب. راجعوا اليوم، اللي بيحب يتأكد من كلامي، راجعوا اليوم في معجم ألفاظ نهج البلاغة الصادر في قم والصادر في بيروت مادة بصرة أبصار بصائرهم أبصارهم كلهم. مثلا حملوا أسيافهم على بصائرهم ودانوا بالطاعة لأمر منقذهم، تحتها أهل الضلال. يا للعجب، فعلا يا للعجب. بكل الأحوال نحن في طريق إن شاء الله مع الإخوة أن نصدر نهج البلاغة ذا الفقر وشرحه العصري، وأن نصدر قاموس علي موسوعة التجدد الحضاري.
وكل عام وأنتم بخير. هذا بقية الهدية، لأنه السابقون السابقون أولئك المقربون، والأخ شريعتي الملقب بذي القرنين في أوساطنا، يعني يوم في لبنان يوم في سوريا يوم في إيران، يستبق الوقت كثيرا. وقتنا وقت احتفالنا في 13 من رجب، والثالث عشر من رجب هذا العام يصادف تماما مولد المسيح عليه السلام. فإذا هذه إشارة اتفاق العيدين، فكل عام والعالم كله بمولد أمير المؤمنين وبمولد قول الحق بخير. وأخرى بعيدة، أنا لا أدري فعلا أهل الموسوعات شو رأيهم، لا أدري فعلا لماذا بالتقويم الروماني القديم إيد بالفرنسي إي دي أو إيد بيحطوا لها إس يعني أعياد، لماذا تعني 13؟ ليش تساوي إيد عيد؟ يعني كاتبين هم ما إلا مشتق هيك داخل في القاموس في التقويم الروماني القديم قبل الميلاد، إيد آي بالإنجليزي آي دي إي وبيضيفوا لها إس أعياد، لكن تساوي في ذلك التقويم رقم 13 رجب. كل عام وأنتم بخير. 25 كانون الثاني، كل عام وأنتم بخير.